اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بساطه سهوله مرونه. التكلفه بتاعتنا اعتقد ان هي في متناول الجميع. معانا بتنجان هنعمله فتوش النهارده ونشوف ازاي ندمج ما بين البتنجان الحلو المشوي بطريقه صحيه مع خضروات الفتوش. دي السلطات مهمه جدا في ايام الحر على فكره. معانا كمان كفته اللحمه بالرز. كفته اللحمه بالرز محصوره ما بين تكون لحمه جملي، احنا نعمل النهارده الكفته بتاعتنا مع لحم ضاني او كندوز المفروم مع رز مستوي. المدرسه مدرسه مغازيه بطريقه مختلفه. العصير بتاعي النهارده اعتقد ان هو عصير معروف في ايام الحر، عصير الليمون بالنعناع. افيد حاجه الواحد ممكن يستفيد بيها الايام دي الليمون، يهدي الاعصاب، فيتامين سي، قيمة غذائية عالية جدا. ويا سلام لو يكون مسلج لطيف وأعلمك إزاي تعمل عصير الليمون بالنعناع بأقل تكلفة ويكون الليمون فيه برودة شوية، مش لازم نحط تلج. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع أقل تكلفة ممكنة، يكون مطبخك فيه تجديد وفيه طعم جديد. إيه رأيكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إيه المفاجآت؟ أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ازاي اعمل طبق سلطه فيه عناصر غذائيه كتير وقيمه غذائيه عاليه جدا بتناسب الصغير قبل الكبير. ولكن مطبخنا النهارده زي كل يوم حد من كل اسبوع بيكون الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. انا عايز كنت في المطبخ تفكري تعملي اي طبق بتعمليه ايا كانت، سلطه، طبق اساسي، طبق رئيسي، يكون فيه عناصر غذائيه وفي نفس الوقت كمان صحي. مش هنقول صحي بنسبه 100%، على الاقل بنسبه 80-90% ونهرب من الدهون. البتنجان هندخله في طبق السلطه، من غير ما نقليه، يبقى مشوي. نشويه ازاي؟ مكعبات، ويحل مكان السلطة بتاعتنا الجميلة الحلوة مع الخبز المحمص. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هناخد طبعا البتنجان ده بنقطعه مكعبات، وانا من الناس اللي بيحبوا لون البتنجان الاسود، بنحافظ على السواد بتاعه، مش عايز اقشره للامانة. بتنجانية قلبها ابيض اهيت، مرزق يا شيف زي الفل. هنقطعها كده مكعبات، وسكينتك تكون مشرشرة. في خضروات بتبقى قاسية شوية، يعني جلدتها سميكة، فممكن تقطعها بسكينة مشرشرة أفضل بكتير. البتنجان طالما هنشويه بنقطعها مكعبات صغيرة عشان يتشوي بسرعة قبل ما ينشف معانا في الفرن. الشكل ده كده حلو. هناخد البتنجان بعد التقطيعه الحلوه دي كده نحطه هنا في الكسروله دي. خلي بالك البتنجان المقادير على الشاشه حلوه قوي. معانا بتنجان، معانا خيار وطماطم وخس وعيش ودبس الرمان وعصير ليمون ودبس الرمان وزيت زيتون، ده قرن فلفل حار مع البتنجانيه. حلو، دول كفايه قوي. بنحط عليهم شويه زيت زيتون بالشكل ده كده. بتنجان الاكسده بتاعته عاليه، فلازم طبعا على طول يخش النار ويتحمر او يتشوي. شويه بهارات كده على البتنجان، شويه الكمون الحلوين دول، احط كمان شويه فلفل وشويه الملح الحلوين كده. انا تبلت البتنجان كاني بتبل لحمه هشويها. وادي الفص الثوم المحترم ودبس الرمان معاهم. والله فكره يا عم الشيف. يبقى انا عملت طبق سلطه فيه عناصر غذائيه كتير. دبس الرمان مفيد جدا. بنقلب دول كده مع بعض. عندي صينيه على عين البوتاجاز بتسخن عشان نكسب وقت. اقلب البتنجان بالشكل ده كده بزيت الزيتون بالثوم بالبهارات اللي احنا شفناها مع بعض. البتنجان لونه اتغير، بس اتغير للاحسن لان الدبس الرمان هنا غلف البتنجانيه بتاعتي. خدناه بالشكل ده زي ما هو كده، بنسقطه هنا على الصينيه. حلو قوي.
بنقلبه تقلبه كده. الله على الريحه الحلوه. احنا هندخله الفرن دلوقتي يتشوي. خلي بالك هنا البتنجان لما بيتشوي ما بيشربش زيت. احط له شويه زيت زيتون كده على الوش وندخله الفرن مع بعض. ده الفكره كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الفرن بتاعنا. انا هنا المفروض عشان البتنجان ده اخد الطعم بتاعه بقلي في الزيت. انا هربت من موضوع الزيت وان البتنجان يشرب زيت باللون الحلو بتاعه وهدخله الفرن يتشوي بالشكل ده كده. بعد ما بتشوي البتنجان بنطلعه الفرن تقريبا بعد 10 دقايق. بناخد البتنجان بنسيبه يبرد، بنكون مقطعين الخضره بتاعتنا اللي هي الخس والخيار والطماطم والبصل مع عصير الليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان، ونبقى عملنا خليط من سلطه الفتوش مع تقديم الخبز المحمص. الفكره كلها ان انا بعمل طبق سلطه ممكن يغنيني عن اي اكله تانية. يعني وجود السلطه دي مع شويه بطيخ او قطعتين من البطيخ وعصير الليمون اعتقد دي وجبه ممتازه جدا في الغداء، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. نبص على البتنجان وعظمه البتنجان في الفرن. بالله عليك تبص على الحلاوه، شوف الشقاوه، البتنجان بتاعنا استوى. الله. شوف يا ولد، هو ده. كهرماني، اللون الفسفوري، اللون الفسفوري حلو. احنا بنشيله كده من الفرن. الله، هو استوى معايا عشان عايز الفرن دلوقتي، ونخلي دول كده على جنب. حلو قوي، ده البتنجان جاهز عايزه يبرد. تعالوا نعمل الفتوش مع بعض. بنجيب طبق التقديم زي الفل، معانا خبز، شفنا البتنجان المشوي طلعناه من الصينيه، دي المقادير بتاعتي، عايز اعمل سلطه الفتوش حلوه. بطل سلطه الفتوش حاجتين وعنوان سلطه الفتوش حاجتين، ايه هما يا شيف؟ البصله والخبزه. الله عليك، فتوش من غير بصله مخدمه عليها كويس ومن غير عيش متحمص ما بقاش فتوش، بقت سلطه بلدي. تضيفي بتنجان بقى، تضيفي حمص، تضيفي دبس الرمان، تضيفي رمان، ده اختياري. باخد البصله الحلوه دي كده، باخدها جوانح، شرايح، سلايز، دي مصطلحات. بعد الفرمه دي بالسكينه دي، البصلايه دي لازم تخدمي عليها كويس والا مش هتاكلي السلطه، مش هتعجبك. مع ريحه البصله احط على البصله دي شوية دبس الرمان. حلو قوي. دي على البصلة بتاعت الفتوش. شوية خل وزيت زيتون. على بصلة الفتوش. زيت زيتون. معلقة خل صغيرة. شوية الملح وشوية الفلفل. البهار الحلو. اساس الفتوش اللي هي الكوبيبه الصيني، عصره ليمون يا عم الشيف، ونمسك البصله دي بمكوناتها دي كلها بالشكل ده كده. مزيج من زيت الزيتون وعصير الليمون دبس الرمان، خلاص ريحه البصله مفيش، تاكل البصله نيه اهي. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك كده. البصلايه نخليها على جنب، نجيب طبق التقديم وناخد الخضره بتاعتنا الجميله، خس وخيار وطماطم، خس وخيار وطماطم، بنقطعهم ودول جايين معايا جاهزين متقطع كاريهات زي الفل. بناخد الخيار والخس والطماطم نقلبهم مع بعض. في طبق التقديم بتاعنا اللي معانا طبق السلطة، مهم جدا في أيام الصيف الحار والأيام اللي بنشهدها من درجة الحرارة دلوقتي، هي والآيس كريم، هي والمثلجات، هي والعصاير، من ضمنها السلطة. بتعملي الأكلات البسيطة السهلة اللي هي بتناسب الصيف ودرجة الحرارة، مش لازم بقى المسبكات والحاجات اللي فيها صوص طماطم كتير والحاجات اللي تعمل حرقان على المعدة والجهاز الهضمي والجو ده كله. زي ما انا شغال كده السلطة اللي اهتم بيها قوي.
عندنا الخيار والطماطم والخس في السوق، جرجير، نعناع، كل ده موجود. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد من البصله دي شويه، بالشكل ده كده. اخد البتنجان الظريف اللطيف ابو قلب ابيض كده. انا بدعم السلطه اهو زي الفل تمام، وابدا احمر البتنجان بعد ما شويناه. طبعا شفنا ازاي في بدايه الحلقه، طبعا انا بدات بيه، مش متعودين مني ان انا ابدا بطبق السلطه، بس طبعا هنا ليا هدف ان البتنجان بعد ما يستوي يبرد. احط العيش. طبق السلطه فيه تفاصيل كتيره، البصلايه الحلوه، تاكلي من البصلايه دي تحسك بتاكل ايس كريم، فيها سكريات، فيها طعم، فيها فليفر. ده العيش، ينزل بالصوص بتاعنا ده كده. الله، اضربي فيها المعلقه بقى والشوكه وتطلعي ايه خيرات الله في قلب الطبق السلطه ده. حلوه دي سلطه الفتوش بتاعتنا. حاضر يا فندم. هنعمل دلوقتي عصير السموزي بتاعنا الجميل، او عصير الليمون بالنعناع. طبق السلطه نخليه هنا كده ونشيل كل حاجه من هنا. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، عملنا طبق سلطه تفاصيله كتيره، فيها بتنجان، فيها حب، فيها افكار بسيطه وسهله. والبطل هنا الخبزه وزيت الزيتون مع البصلايه اللي احنا عملناهم. عملنا طبق كفته بمدرسه المغازي، تفاصيله كتيره شفناها من بدايه الحلقه. هدفي في البرنامج الجميل اكله امي ان احنا ما ننساش اكله امهاتنا مهما وصلنا لاي مكان في العالم، بنرجع ونقول اكله امي كانت وكانت وكانت، تبقى حكايه وبتبقى حدوته مع الوقت ومع التاريخ. ولكن هدف المغازي ازاي باقل تكلفه عندك في المطبخ تقدر تعملي الاكل بشكل جديد وبطعم تاني، يعني تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، خلصنا الحلقه احنا، يبقى الكلام رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.